يفضل برنامج الست دي أمي من أشهر وأهم البرامج التلفزيونية في تاريخ الإعلام المصري والتلفزيون المصري، وأنا بتكلم على برنامج عمره أكتر من 40 سنة تقريبا. هذا البرنامج اللي اتكلم عن كفاح الأم في حياة المشاهير وعلاقاتهم بأمهاتهم، قدر هذا البرنامج أنه يكشف بصدق شديد عن المشاعر الإنسانية اللي ربطت كبار المشاهير بأمهاتهم في كل لحظات حياتهم، وقدر يعني يعيش جواهم ويعبر عنهم وعن السنين الطويلة اللي عاشوها مع أمهاتهم، خصوصا مع الأغنية العبقرية اللي كانت تتر برنامج اللي كان بيغنيها المطرب المشهور خالد عجاج في بداية التتر. والنهاردة الحقيقة وإحنا بنحتفل بعيد الأم، قلنا نستعيد ذكريات هذا البرنامج الأشهر والأجمل والأصدق، وكان بيقدمه واحد من كبار الإعلاميين المصريين أستاذ يوسف معاطي الكاتب والمؤلف، وبيخرجه واحد من كبار مخرجي الإعلام والتلفزيون المصري الأستاذ نبيل عبد النعيم اللي مشرفني النهاردة واللي قدر يعني يصنع بصمة إنسانية هتفضل ليها طعم ولون ومشاعر خاصة جدا، وأنا حبيت أن أنا أرحب بيه وأشكره أنه هو النهاردة يمكن هيهدينا مجموعة من المواد النادرة اللي بتذاع لأول مرة عن الست دي أمي في برنامج واحد من الناس. نبيل نورتنا وشرفتنا. ربنا يخليك يا دكتور، ازي حضرتك؟ وسعيد جدا جدا بوجودك معانا النهارده. انا اللي بشكرك انك تديني الفرصه ان انا اتكلم في يوم عظيم زي ده. والله الحقيقه اليوم العظيم ده حاجات كتير جدا عبرت عنه، من ضمنها البرنامج الرائع اللي انت عملته الست دي. ربنا يخليك. الست دي امي يا استاذ نبيل اتعمل منه كم حلقه تقريبا؟ عملنا 75 حلقه. 75 حلقه. كان مين ابطال البرنامج؟ والله هو كان البرنامج بينقسم لجزئين. الجزء الاول ان احنا بنلتقي مع عالم من الاعلام بيتوارى هو تماما، وبتبقى نجمه الحلقه هي والدته. طول اللقاء ما بيتكلمش عن نفسه خالص، بيتكلم عن الام صاحبه الفضل اللي ربنا جعلها سبب انها جابته للدنيا. ايه اكتر الحلقات اللي تذكرها حضرتك اللي كانت يعني مش ساخنة لكن كانت مؤثرة جدا في المشاهدين؟ والله في حلقات كتير جدا جدا يا دكتور، يعني ما انساش مثلا حلقة المخرج العظيم حسين كمال. بيكلمني عن ان بيتكلم عن ان ما دقش طعم اكل من بعد ما امه توفت، نسي الاكل وطعم الاكل، ان محدش قادر يعوضه طعم الاكل اللي كانت بتعمله له. ما نسالوش هو بيتكلم عن ان امه رايحه تعمل تشيك اب عادي جدا جدا جدا، فجاه الدكتور بيقيس لها الضغط، راح قايل له الباقي في حياتك. امه توفت وهو يعني جهاز الضغط في ايديها بيقيس لها الضغط، لا تعبانه ولا اي شيء، ولا ان احساس ان فجاه قلبه بيتخطف. ما انساش حلقه اسامه انور وكاشا، بيتكلم على ان والدته تزوجت من والده وهي عندها 20 سنه، وكانت عضله القلب عندها ضعيفه، الدكاتره قالوا لها ممنوع ان انت تنجبي، انجبت 3 اولاد وتوفت وهي عندها 28 سنه. جه هنا دور الام البديله اللي هي خدت ال3 اطفال دول وربتهم بعد ما والده تزوج، كان ربنا سبحانه وتعالى ادى للام دي الصحه انها في خلال 8 سنين تنجب 3 اطفال عشان تنجب لنا منهم اسامه انور عكاشه، وتيجي الام البديله بعد كده ربنا ما يجعلهاش انها تنجب فتكمل الرساله وتربي في ال3 اولاد دول. قصص درامية بس حقيقية. ساج برضو على الحجار. على الحجار من الحلقات اللي ما تتنسيش ابدا، يعني بيحكي ان سنة 60 والده اترفد من الاذاعة علشان الاستاذ الشجاعي رئيس الاذاعة قال له لازم تغير اسمك، مش عايز انا يبقى في مطرب اسمه ابراهيم الحجار،
فرفض ان هو يغير اسمه فتم رفضه. فجه هنا دور الام، انا مش قادر انساها لغايه دلوقتي، اسمها بوسينة والدة علي الحجار. فجابت مكنة خياطة ابتدت تخيط للناس هدوم. بيحكي علي ان هو ما ينساش ابدا منظر الست وهو عنده 5 سنين وبتقول لامه انا مش قلتلك الفستان تقصريه وتعملي مش عارف ايه ايه ايه. فزعل قوي قوي وقال لامه ازاي انت استحملتيها؟ قالت له عشان المكنة دي يا ابني هي اللي بتجيب الفلوس. ففضل مستني يشوف فعلا المكنة دي هتطلع فلوس ولا لا. فهم لما كبر ايه الموضوع. ادي الامهات اللي بجد، الست بوسينة والدة علي الحجار. ايه تاني حلقات يا استاذ نبيل؟ بس انت ابو رحمة تنفعل بالحلقة لانك انت مخرج البرنامج وانت صاحب فكرته يعني. فانت طبعا سمير غانم مثلا يعني شوف الحالة الكوميدية بتاعت سمير غانم ده، فشوف المنبع اللي جابته. لازم تبقى ام كوميدية جدا، فتفاجأ ان الست دي، الست العظيمة دي، يجي لها شلل في اخر فترة حياتها. فكل الحكاية انها بتحاول حتى وهي مشلولة انها تسعدهم وانها تهون عليهم، وهو بيحكي عن ان الست دي ازاي كانت عظيمة، وان الست دي ازاي ساعدته، وان هو في رحلته لما اترفد من كلية الشرطة، وان ازاي وقفت جنبه، ودعوتها هي السبب في ان سمير غانم يوصل للناس بالشكل ده. ليه حلقة الفنانة ريهام عبد الغفور والدتها فاطمة عبد الغفور محمد اثرت فيك انت شخصيا؟ احكي لي كواليس. الحلقة اثرت فيها لان اولا كحلقة هي والدتها زوجة الاستاذ اشرف عبد الغفور ابن عمها. الجزء الاهم في الحلقة كانت المفاجأة في السيدة اللي هي تم تكريمها في الحلقة بتاعت ريهام عبد الغفور. الست دي اسمها ماجدة سلامة، انا ما انساهاش ابدا. الست دي كان عندها 36 سنة لما زوجها توفى، وترك لها 4 بنات وولدين، اصغرهم عنده 5 شهور واكبرهم كان في تانية اعدادي. فاكر انا حلقتين يا استاذ نبيل كانوا اثروا فيا انا شخصيا جدا حقيقه. الراحل الكبير عبد المنعم مدبولي طبعا، وهو بيتكلم عن والدته طبعا. فاكر انت اللي حصل؟ طبعا طبعا طبعا. قبل ما نشوفها ايه اللي حصل؟ ولا حاجه. هو رغم ان تم تصوير الحلقه دي مثلا بعد وفاه الست ب40 سنه، انما استدعى لحظه ان يوم ما هي توفت كان هو عنده عرض مسرحي في الاسماعيليه، فقال ان هو مش هيقدر يعرض، فقالوا له لا وازاي وده مسرح وناس والتذاكر متباعه و و و و و راح عرض المسرحيه وما حضرش الجنازه بتاعت والدته. لما استدعى الموقف بعد 40 سنه قال ايه اللي انا عملته ده؟ مسرح ايه وجمهور ايه وتذاكر ايه وناس ايه اللي تيجي او ما تجيش. من الحلقات المؤثره جدا ايضا فنان كبير كمال الشناوي. طبعا على فكره في تشابه كبير جدا جدا ما بين الموقفين، ما بين موقف الاستاذ عبد المنعم مدبولي وما بين موقف الاستاذ كمال الشناوي، نفس الحاله بالظبط. ان الاثنين ما حضروش، واحد ما حضرش الجنازه والتاني ما حضرش العزاء بتاع والدته، والندم اللي اصابهم هما الاثنين. حلقه الراحل الابنودي. طبعا طبعا طبعا. لا الابنودي اصل انا مصر لغايه دلوقتي ان وبدعو الاساتذه الكتاب والمبدعين في مصر، يا جماعه قصه حياه الابنودي لازم تتعمل مسلسل كبير جدا، لانها فيها تاريخ مصر، مش عباره عن الشاعر الكبير عبد الرحمن، لا 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 خالص. من اول جدود الراجل ده مين لغايه الراجل ده عاش ايه ووالدته مين. مين تاني من النجوم تأثرت بيه وانت بتمنتج في ست دي امي في نسخته الاولى؟ والله الاسطوره الكابتن محمود الخطيب. انا ما انساش ابدا وهو بيحكي على ان سنه 71 كان في مباراه عظيمه جدا وهو كان لسه من الناشئين بتوع النادي الاهلي، وفي اليوم ده ربنا ما وفقهوش والجمهور استاء جدا جدا من مستواه،
فخد قرار بانه يعتزل الكوره وانه مش هيلعب تاني. لسه شاب صغير. ولولا السيده اللي انا حافظ اسمها لغايه دلوقتي، اسمها اشجع حافظ العوضي، والده الكابتن محمود الخطيب، دخلت وبكت لمحمود الخطيب في غرفته، وبسبب بكائها تراجع عن موضوع اعتزاله الكره، وهي السبب في ان خلت لنا نستمتع بالاسطوره محمود الخطيب. انت النبي عندنا في ناس كتير جدا، يعني انا ما انساش مثلا ابله فضيله وهي بتتكلم عن امها، بتقول لك ان امي كانت الراجل اللي كان بيجي ياخد الزباله كانت بتقول له حضرتك، فقالت لها يا ماما انت بتتريقي على الراجل؟ قالت لها انا ما بتريقش على الراجل، انا بدي له احترامه، لان لولا هذا الرجل احنا ما كناش نبقى نضاف وكان يجي لنا امراض كتير جدا. فعلمتها ان اصغر حد في الدنيا لازم يتقال له حضرتك وياخد قيمته وياخد وضعه. من الحاجات اللي انا ما انساهاش ابدا ابدا في الحلقات برضو. استاذ نبيه، من المثننات بقى مين تذكر لهم كلام كان مؤثر بالنسبه لك عن امهاتهم في هدى سلطان مثلا، بتتكلم عن والدتها ان والدتها الوالد توفى والام عندها 20 سنه، وكانت انجبت هدى سلطان وفوزي، استاذ محمد فوزي، ورفضت الزواج، وكانت تقول لهم اللي يدي لبنتي او ابني تمره حلاوتها تنزل في لساني، وان ازاي الام العظيمه دي عملت ايه عشانهم، وان تعبت قد ايه، وان وعايز احيي حضرتك بان بطريقه غير مباشره انا اتفرجت على حلقه سامح حسين وخلتني بكيت، وبمنتهى الصدق في واحد من الناس بيتكلم عن والدته بيقول ازاي الست دي عملت ايه، وان هو فخور بيها. يا رب كلنا نحس بقيمه امهاتنا، واللي امه عايشه لازم كل يوم يقبل ايديها ورجليها وراسها ويحترمها، لان الام دي لا تعوض. مين الفنانات كمان يا استاذ نبيل تذكر ان هي كان كلامها مؤثر جدا عن امها؟ وبرضك من المطربين انا فاكر الاستاذ محمد منير يمكن. محمد الحلو. محمد الحلو. محمد الحلو في خفه الدم طبعا فظيعه جدا، ان كان عندهم حاله وفاه في البيت، وعيله الحلو مشهوره بان الاسود وهي صغيره كانوا بيجيبوهم يربوهم في البيت يعني. فالمقرئ بيقرا قران في البيت، وفجاه الشيخ سمع ام محمد الحلو بتقول الاسد فك يا اولاد. مين تاني من الكبار سجلت يعني معاهم اللي فاتت دي امي؟ والله في ناس كتير جدا، في الاستاذ عمر خيرت سجلنا معاه برضك، عمل حلقه رائعه جدا جدا لانه محب لامه. اللي ما انساش حلقتها الاستاذه فردوس عبد الحميد، بكاء بشكل غير عادي. الاستاذ احمد بدير نفس الموضوع، الاستاذ احمد خليل عمل حلقه رائعه جدا جدا جدا. فضيله الشيخ الازهر عمل حلقه رائعه بحضرتك ازاي، المفتي الديار المصريه الشيخ طنطاوي، في حلقات يعني كم حلقات. والحلقه اللي ما انساهاش ابدا بتاعت الدكتور عزت ابو عوف، كان المذيعه هي اخته، وكانت هي عارفه بحالته الصحيه، في حلقه مليئه بشجن فظيع جدا جدا، وهما الاثنين بيفتكروا امه. صحيح امهات كتير ظهروا في البرنامج معاك، لكن خليني اتكلم عن والدتك انت شخصيا بقى. تمام. علاقتك بيها ازاي؟ كان ايه اللي بيميزها؟ مخرج ست دي امي اللي ما اتعاملش معاها حوار ست دي امي كانت جميله قوي قوي قوي، يعني ست جميله جدا جدا جدا، حنيت الدنيا كلها فيها، الدلع اللي بجد يعني. كان في دعوه خاصه كده بتخصك بيها مثلا؟ اقول لك ايه، اقول لك دعوه واحده دي كلمه قليله، يعني يوميا كانت بتدعي لي. واخر حاجه انا للاسف هي كانت في المستشفى، وانا نزلت سبتها رحت كان عندي شغل، الله يرحمها ويحسن اليها، وقالوا لي ان يعني لحظه الوفاه انا ما كنتش حاضرها، بس هم قالوا لي انها وصت عليا اخر حاجه رحمه الله عليها، فربنا يرحمها ويرحم كل الامهات. وتاني بقول لكل حد
والدتك عايشة خدها في حضنك، شوفها كل يوم، كلمها لو ما تقدرش تروح لها، بس انا بقول لك روح لها كل يوم، اشبع منها عشان ما تندمش. لو عايز توجه للوالدة رسالة عايز تقولها ايه؟ اقول لها انا متأكد متأكد ان انت عند الرحمن الرحيم في مكان افضل مننا كلنا، لان انت ست عظيمة اوي اوي اوي، الله يرحمه ويجمعني بيه على خير يا رب يا رب يعني. يا رب. الست دي امي، هذا البرنامج اللي بنعتبره من يعني ايقونات الاعلام المصري، و يعني الحقيقة كان مليء بالشجن والافراح والاحزان. هل بتفكر انه يرجع مرة تانية؟ والله نفسي، والله نفسي بشكل يعني. اصل هذا البرنامج لا يموت يا استاذ. لا لا خالص 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 خالص. ونفسي اعمل معاك حاجة، تجربة صغيرة جدا، ما اعرفش ايه رأي حضرتك، هتسمح لي بيها؟ اوي. طيب نفسي اقول لك نجمة حلقتنا النهاردة سيدة عظيمة من السويس، قام جابت لنا ولدين، عمرو وشريف. الست دي ليها جميل عند كل بيت في مصر، لانها السبب في انها خلت البرامج التعليمية تنتقل من التلفزيون، من تنتقل من التعليم الى شاشة التلفزيون. الست العظيمة دي اسمها ليلى الديدي، واللي هيتكلم عنها النهاردة ابنها البكري عمرو الليثي. هل تسمح لنا بده؟ اقسم بالله ده انا متحضر. هل تسمح لنا ان احنا نتكلم في ده؟ ماذا تمثل لك يا عمرو، مش هقول يا دكتور، السيدة ليلى الديدي؟ الست دي امي شقيانة طول عمرها، ما شالتش غير همي والآخر صبرها. الست دي أمي شقيانة طول عمرها، ما شالتش غير همي وأنا آخر صبرها. طول عمري متربي في خيرها، هي الوحيدة ما فيش غيرها. أجرها الست دي أمي، أمي أمي شقيانة طول عمرها، مشالتش غير همي وأنا آخر صبرها. الست دي اللي وعيت ليها. دي مؤامرة بينك وبين الإخراج. والله أبدا، والله أبدا. يعني اقول لك ايه السبب ان انا عملت كده؟ بتفرج، انا دايما بهتم بشغلي، جاي اعمل مع حضرتك، حضرتك هتعمل معايا لقاء، فبدخل اشوف الدنيا فيها ايه وبالامهات فلقيت لقاء ما بين السيده صفاء بالسعود والاستاذ عمرو الليثي والاستاذ ممدوح الليثي. فبتقول له مين اللي وقف جنبك ويعتبر سندك في الدنيا والاخره؟ قال لها في جمل هو اللي كان سندني طول الوقت، وهي السيدة ليلى الديدي. فقلت لازم أسألك لأنها تستحق ده طبعا، لأن ده واجبنا نحوهم طبعا. هي لأن هي هم النجوم بجد. هي أنا عمري ما اتكلمت عنها الحقيقة، وعمرها صورتها ما ظهرت حتى يعني أنت يعني أنتوا الحقيقة أنت والمخرج ليه يعني انا اقسمت لك كنت لازم يعني. امي دي ست عظيمة، ست انت قلبت البرنامج. لا خالص، حقها والله، والله حقها. يعني هي ست عظيمة لان هي ست مكافحة زي ما انت قلت، هي من مواليد السويس، و جوزت ابويا كان ضابط شرطة، كان عندها ولدين، ابنها الصغير مات على ايديها، وكانت اكبر محنة في حياتها، كانت نعمة الام، صبرة وحمدة وشاكرة.
غرست الدين فيا وكانت سند لأبويا في آلامه قبل أفراحه وفي محنه قبل أي شيء آخر كانت سند، الزوجة السند. وبعد وفاته أصبحت هي الأب والأم بالنسبة لي، هي عايشة معايا. ربنا يديها الصحة. اللهم أمين يا رب، اللهم أمين. وسامحني أنا آسف. يعني تنورتنا يا استاذ نبيل ربنا يخليك يا دكتور. شكرا. كل سنه وكل ام كل سنه وكل طيبه. كل سنه وكل ام طيبه، وكل عيد ام وكل امهاتنا طيبين، وكل انسان فقد ام ترحم عليها ويدايلها ويزورها. وكل انسان زي ما حضرتك قلت ام عايشه لازم يبوس ايديها كل يوم، لان هيجي في لحظه هيتمنى لو ترجع ثانيه واحده مش هيلاقيها. كل سنه وكل امهاتنا طيبين. شكرا جدا للمخرج الكبير نبيل عبد النعيم على المواد الفيلميه والارشيفيه اللي اهدانا ليها لاول مره تذاع فرحه من الناس. وان كنت انا مش مسامحك في اللي عملته انا اسف. نورتنا. ربنا يخليك.